بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبيبة زينة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبتكم 4 تمارين خاصين بالمضخمات، حاولوا فيهم وابعثوا لي محاولات عبر منصة تيليجرام، ونهار الاثنين إن شاء الله نصححكم تمارين عبر بث مباشر في منصة زوم على الساعة 9 ليلا. التمرين الأول كما راكم تشوفوا تمرين بسيط جدا، ان شاء الله كامل تقدروا تحاولوا فيه وتبعثوا لي المحاولات. هذا التمرين الثاني، ايوه، قبل ما تجاوبوا على الاسئله لازم تعرفوا شو هو النوع المضخم، اسكو عاكس ولا غير عاكس. هذا التمرين الثالث، تقريبا نفس الاسئله مي تغير الدار. وأخيرا تمرين رقم 4، أتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وبإذن الله كل شخص يوصل هذا الفيديو يبارطاجيه يوصل كل طلاب الهندسة الكهربائية الذين يجتازون بكالوريا 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.